السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الشنيك مالحين بالعجين المورق. بالنسبه للعجين المورق عندي في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديال الصندوق الوصف، وبقوا معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير عندي 4 كيلو ديال العجين المورق، كما قلت لكم غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. اللي سبق له ما شافش العجين المورق، 100 غرام ديال السوريمي قطعته طريفات صغار، هذا هو السوريمي، علبه ديال الطون ديال الزيت، وعندي هنايا صلصه ديال الطماطم، ممكن تستعملوا الصلصه اللي معتمده عندكم، وشويه ديال الجبن الاحمر. اول حاجه غادي نطلقوا هذا العجين المورق، طريقة سهلة، يعني أسهل حاجة هو هاد الشنيك هادو. غادي نحاولو نطلقوها رقيقة شوية، لأنني ما غاديش نستعملها في الشونسون. كما كتعرفوا الشونسون خاصها تكون العجينة شوية شغليطة، ولكن الشنيك لأنني غادي نرو ليهم غادي نخليهم شويش، غادي نخلي العجينة شوية رقيقة. كما شفتوا العجينه طلقتها وطلقتها رقيقه، فحال اللي غادي نخدم بها ملفي. غادي نحاول نعمل لها هذه العمليه هذه بهاد الفرشيطه، ضروري باش ما تورق ليش شي العجين. صافي، دابا غادي نعمل هذيك لاصوص اللي سبق لي طيبتها من قبل، يعني عمليه سهله. صافي، وزعت ديك لاصوص كامل على العجين كما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا غادي نحاول نقص منه شويه باش ملي نكون كنروليها ما تخرج ليش من الجوانب، يعني كتعملوا واحد الكميه قليله وصافي. صافي، دابا غادي نزيد ديك العلبه ديال الطون. كما شفتوا ما حاولت ما نمشي لاصوص بزاف باش ما تخرج ليش من الجوانب. ممكن تستعملوا الحشوه اللي بغيتوا في هاد الشنيك هادو، انا موجود في الدار وحاولت نخدم بهم، ولكن صراحه كيجيو رائعين، يعني الحوت مع سمك السوريمي مع الطون كيجي رائع. صافي، دابا غادي نضيف الجبن، ممكن تستعملوا النوعيه ديال الجبن اللي بغيتوا، ما تقيدوش بالجبن هذا. صافي، دابا ساليت وغادي نحاول نروليها غير بشويه. دابا بعد ما ساليت قسمت على جوج، وغادي ندخلها للفريكو واحد 10 ديال الدقائق، عاد غادي نقطع. كما كتشوفوا دابا دازت 10 دقائق، باش ملي كنقطعوها كتجينا سهله في التقطاع، العجينه كتكون شبره في لاصه، لان من الاحسن العجينه المورقه كتكون بارده وحنا اصلا كنخدموها بارده. صافي، غادي نسالي بالتقطاع، وهنايا لقيتهم بجوج باش ملي نقطعهم يجوني عبر واحد. ومن بعد غادي نعملهم في الطاوله اللي غادي ندخلهم للفران، وفران مسخن على 180 درجه، ومده ديال الطهي ما بين 12 دقيقه حتى 15 دقيقه. صافي، غادي نستف هاد الكميه اللي عندي في الطاوه، وغادي ندهن بشويش ديال البيطه. صافي، وغادي ندخلهم للفران. غادي نحاول نعمل لهم بيطه من الجوانب، لان الجوانب هما اللي غادي يتحمروا اكثر. وصافي، من بعد نطلقهم على الشكل النهائي.
ودابا بعد ما خرجته من الفران هذا هو الشكل ديالهم، وهذا هو الشكل النهائي بعد ما زينتهم. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.